بإذن الله تعالى، لعل الله سبحانه وتعالى يجعلنا مفاتيح خير مغارق شر. ورئيسنا مرشحنا راه يأكد يقول وين تسمعوا مشكلة، وين تسمعوا نقائص، وين تسمعوا حاجة ناقصة بلغوا بها. عندكم النواب نتاعكم، عندكم رؤساء البلدية نتاعكم، عندكم المنتخبين نتاعكم، ينقلوا هذه الانشغالات للوزراء للولات للمسؤولين حتى يساعدوا في مساعدة المواطنين. استسمحوا لي إخوة، الجماعة اللي وقفت في الشمس يسامحوني، الجماعة اللي واقفة في الظل أنا ما نسامحهمش، ما كرموني بقهوة، ما قالوا لي تفضل اشرب كاس قهوة لا كاس تاي، قعدوا في الظل هيه وخلونا احنا في الشمس، ما فهمناش. أنا نعرف بوياتهم كرامة، يعني اللي ما يقدمش قصعة نتاع طعام يقدم قصعة نتاع شخشوخة، ولكن احنا كاس تاي برك، والله كاس قهوة سيدي، خوكم جاي من الجزائر منين؟ والله كاس قهوة بالشيح، رانا بحينا سيدي، والله بالدهان. بلا تعرفوا انتم اهل الدهان واهل العروبيه واهل كرم وشهامه. اذا